هادو الرسومات بس ديالي، منهم هاد الرسمة اللي هي أنيم معروف واللي كيشاهدو راه غيكون عارفو، وهادي رسمة ديال تقاسم ديال المحبة ما بين الوالدين أو الإنسان، يعني ماشي بالضرورة يعني الأزواج ولا شي حاجة، يعني أي واحد يتقاسم المحبة مع شخص آخر. وهنايا هادي رسمة ديال طفلة اللي كتعبر على الحزن وعلى يعني بزاف الحوايج اللي كت على فحال مثلا الصراحة فاش رسمت على أطفال مثلا كيكونوا في الحروب ولا كيكونوا يعانيوا من شي مشاكل، يعني كترمز على الحزن هاد الصورة بزاف. وهذه رسم يعني فيها يعني القوة ديال المرأة، ومثلا أن الجمال البربري. وهذه بومة صغيرة، الشكل ديالها كيبان يعني ما كيوحيش هذاك الفكرة اللي كيقولوا الناس أن البوم يعني عنده رمز ديال الشؤم وهذا، فرسمتها يعني باش يعني كنبينوا أن هذيك الأفكار ماشي مزيانة. وهذا الرسمة رسمتها بالصباغة ولكن شوية تكرفسات مع دغيا ما تبقاتش مقلقة. وهذا الرسمة هذه، أما هادو كنت بديت بهم تقريبا شي عامين دابا، غير كنت نتدرب فيهم. هذه فراشة، يعني هادو كنت باقي الله مبتدئة فيهم فاش رجعت ديك الساعة كنرسم. في جدار مؤسسة مازال ما كملتش ولكن كنا خدامين عليها. وهذه رسم ديال زرافة وفيها واحد المقياس ما فاش جاو الوليدات عبرنا الطول ديالهم، ومن بعد غيشوفوا شحال زاد من مليمتر ولا شحال من سنتيمتر في الطول ديالهم. وهذا الرسم ديال رمز المملكة اللي حسس الوليدات بزاف بروح الوطنية ديالهم، حيث كان عندهم أصلا درس في التربية المدنية، رسمتها بالصباغة على الجدار. وهذه رسمة حتى هي، كاين بزاف الرسومات غير هادو اللي قدرت نبينهم. هذه حتى هي رسمة في الحجرة ديال الدرس، فكما كتشوفوا كنرسم يعني ماشي كنحط شي حاجة وكنطبع ولا، يعني رسم نيشان بالصباغة وبالبانسو. السلام عليكم، شكرا للأستاذ أحمد الزوين على الحضور ديالو معايا. أنا اسمي أميمة منان، أستاذة بالسلك الابتدائي، كندرس المستوى الرابع، وكنشارك الرسم ديالي مع الوليدات ديالي في المؤسسة، مع التلاميذ ديالي في المؤسسة اللي كنخدم فيها. كنرسم على الجدران وعلى بالقلم في الأوراق، ورسمت بزاف الرسومات في المدرسة ديالي. وأول مرة عرفت راسي كنقدر نرسم فاش كنت في المستوى الابتدائي، كنت بديت كنرسم رسومات صغار والدار عجبوهم صافي، ومن ثم لقيت راسي كنرتاح في الهواية ديال الرسم، وبقيت كنرسم كنرسم كنرسم، كل مرة كنطور شوية المستوى ديالي، حيت الرسم ضروري خاص الإنسان ضروري يبقى يرسم باش المستوى ديالو يتحسن. ومن بعد حبست ما بقيتش كنرسم مدة يمكن 7 سنين، ورجعت ثاني للرسم غير بالصدفه، رسمت واحد الرسمه وصحاباتي بقاو كيشجعوا فيا لا مزيانه مزيانه، غير بقيت رسمي. في المؤسسه ديالي اول مره جاتني الفكره، حيت عندنا حنا واحد ضروري خاصنا نديرو تفعيل الحياه المدرسيه، وهاد تفعيل الحياه المدرسيه كتضم لينا الرسم، كتضم الموسيقى، الانشطه، يعني بزاف الانشطه من بينهم الرسم. وقلت علاش لا، انا مادام كنرسم منشاركش هادشي مع التلاميذ، ونيت نحفزهم اللي عنده هاد الهوايه يزيد يطورها اكثر ويتعرف اكثر على الفن التشكيلي ويتعرف على بزاف الجوانب اللي فيه. ورسمنا بزاف الرسومات انا وياهم في الحجره ديال الدرس ديالي، وحتى في الجدران ديال المؤسسه. فاش شافوا الرسومات ديالي الزملاء ديالي في المهنه صراحه تصدموا، حيت ما كانش على بالهم غنكون نعرف نرسم، ولكن شجعوني بزاف وعجبهم الرسم ديالي، وقالوا لي رسمي بزاف الرسومات كاع في الاقسام ديالنا وفي كل شيء. لا بالعكس، الدار من النوع اللي كيشجعوا على الهوايات، يعني ماشي كيقولوا لك لا صافي غير القرايه صافي غير خاصك غير تقرا، لا بالعكس كانوا كيشجعوني في هاد الهوايه، وكانوا كيوفروا لي المواد باش كنت كنخدم والادوات وكل شيء. الصراحة على حد العلم ديالي ما كاينش، كاينه دار الشباب ولكن
كنت واحد الوقت كنت مشيت ليها، ولكن ما كاينش داك الشيء يعني، يعني فضاء خاص بالراس وفيه لي برودوي باش غيخدموا، وفيهم شي واحد اللي ضروري خاصو يأطر هذوك المتدربين ولا اللي بادين حتى هما في الرسم، ما كاينش على حد لا. الصراحه الادوات باش كنخدم كاينين بواحد النسبه ديال 10% هنا، وغير هذيك هذوك الادوات اللي كاينين هنا في سيدي بنور يعني ما كتقدرش تخدم بهم شي لوحات مزيانين. اغلب كناخذهم من كازا ولا من الرباط. عندي قناه في اليوتيوب وفي انستغرام وفي عندي حساب حتى في الفيسبوك بنتر اميمه اي اي ان تي او ار او اي ام اي ام ا بنتر اميمه. فيها فيديوهات ديال كيفاش واحد مبتدئ يبدا يرسم، مثلا كنقدر نبدا بشكل بسيط ويبقى غادي هو كيتعلم مني كيشوف، كيعرف مثلا التضليل، كيعرف مثلا كيفاش انه يدير هذاك الاطار ديال هذيك الرسمه، كيعرف مثلا الالوان كيفاش يمزجهم، كيعرف بزاف د الحوايج باش انه يبدا مزيان. رسالتي للمسؤولين هي انهم حبذا لو انهم يديروا شي فضاء للناس والوليدات اللي يلا بعدين باش يتعلموا لهذا الفن ويزيدوا يطوروا راسهم، وحيتاش حتى هذوك المعدات فاش كتلقاهم واجدين كتشجع على الرسم، عكس الا بديتي مثلا غير الفرق الا بديتي بقلم عادي اشبي اللي كيتباع في هذا في المكتبات راه ما غيعطيكش مثلا رسمه مزيانه في هذوك الدرجات. اما الا كان عندك المعدات والادوات باش كتخدم راه الرسم كيبان والانسان كيتشجع، ماشي كيبقى كيتهرس كيقول لا راه ما جاتني خايبه ما نكملش، لا المعدات اساسيين، وحتى لو كان شي واحد كيأطرهم فهادي احسن كتكون. الصراحه ما كنتش كنتوقع غتحضروا معايا. رسلت للقناه شوف تي في الرسومات ديالي والحمد لله لباو الطلب وجيتي حضرتوا معنا اليوم وسجلتوا معايا. اولا شكرا لكم شوف تي في على الحضور ديالكم، وشكرا للناس اللي عاونوني وشجعوني منهم والديا والاصدقاء ديالي وخوتي، يعني كل شيء الحمد لله. الناس اللي دايرين بيا كانوا ايجابيين معايا، وكنشكر طبعا الاساتذه اللي معايا في المؤسسه والتلميذات ديالي اللي كنحماق عليهم بزاف، حتى هما يعني كيشجعوني. علاش؟ حيت هما فاش كيشوفوا شي رسمه رسمتها عاد كيفرحوا بزاف، وكنحس براسي راني كندير شي حاجه زوينه.